اعزائي مشاهدي ومتابعي مباشر مصر في كل مكان، معاكم في لايف جديد من داخل استاد القاهره. بننقل لحضراتكم اجواء مباراه نادي الزمالك ونادي بيراميدز الغيني في نصف نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه. وزي ما حضراتكم شايفين الدقيقه بتشير للدقيقه 63 وما زالت النتيجه التعادل السلبي بدون اهداف. زي ما حضراتكم شايفين جماهير نادي الزمالك بتشعل مدرجات الثالثه يمين زي ما حضراتكم شايفين معانا. الزمالك كان بدا بتشكيله بتضم محمد عواد في حراسه المرمى ومصطفى الزناري وحمد المسلوسي وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد وابراهيم النطاي في خط الدفاع واحمد حمدي ونبيل عماد دونجا ومتيبه وشيكابالا احمد حمدي ونبيل عماد دونجا ومتيبه في خط الوسط وشيكابالا وسيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي في خط الهجوم. زي ما قلت لحضراتكم النتيجه بتشير للدقيقه 64 وما زال التعادل السلبي بدون اهداف حتى الان. الزمالك مسيطر على مجريات اللعب، كان ليه اكتر من فرصه ضاعت خلال الشوط الاول، ولكن ايضا نادي بيراميدز ليه بعض الهجمات الخطيره لان هو فريق بيلعب على الهجمه المرتده. زي ما حضراتكم شايفين هجمه خطيره لنادي الزمالك، زي ما حضراتكم شايفين الجماهير بتشجع الحماس تتفاعل مع كل هجمه على مدار 65 دقيقه اللي فاتت. جماهير الزمالك لا يقل ولا يمل. زي ما حضراتكم هجمه خطيره لنادي الزمالك، فاول لنادي الزمالك على حدود منطقه الجزاء. محمود شيكابالا يقبل الكره زي ما حضراتكم شايفين نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك بتملأ الثالثة اليمين. كان المصرح لجماهير نادي الزمالك 50,000 متفرج. زي ما حضراتكم شايفين معانا فاول لنادي الزمالك من على حدود منطقة الجزاء إحدى البقاع السحرية في الملعب. واقف شيكابالا وأحمد حمدي وسيف الدين الجزيري على تسديد ضربة حرة المباشرة. شيكابالا واقف على الكورة هو أحمد حمدي. شيكابالا بيشوط فاول حلو جدا ولكن حارس المرمى بينقذها عشان تكون ضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك. ضربه ركنيه لنادي الزمالك رايح ليها شيكابالا يلعبها من ناحيه اليمين. زي ما حضراتكم شايفين جماهير نادي الزمالك كتيرة جدا. زي ما قلت لحضراتكم كان مصرح لدخول 50,000 متفرج لنادي الزمالك.
يخرج شيكابالا. خرج شيكابالا ونزل ناصر منسي. زي ما حضراتكم شايفين معانا الدين الجزيري بيضيع هجمة خطرة جدا لنادي الزمالك. زي ما قلت لحضراتكم ان جماهير الزمالك بتتفاعل مع كل هجمة. زي ما قلت لحضراتكم الزمالك بدأ بتشكيلة بتضم محمد عواد في حراسة المرمى، عصام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمدة المسلوسي وابراهيم النجاري في خط الدفاع، واحمد حمدي ومتيبة ونبيل عماد دونجا في خط الوسط، وشيكابالا ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري في الهجوم، واجرى مدرب الزمالك جونوس تغيير منذ قليل بخروج شيكابالا ونزول ناصر منسي. زي ما حضراتكم سامعين تفاعل جماهير نادي الزمالك بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح. نواصل مع حضراتكم تغطيتنا من داخل استاد القاهره فانتظرونا.